هذه هي لا كونسيستونس كل كون سون ولي سون تاع البي ان تي ما بور لي ميلي سون تاشيفي ما بور لو تاسي تاشيفي كالكو روتوش انا مع لا ديك مي لا سون غاز لي طون تران دو فيناليزي دي برانشمون دي بلوك دو راكوردمون لو غروب سكولار لي طون كور دو افونسي تري بيان ان شاء الله لا رونتري سكولار سي هضره فيك زول فليك زول فلوان كذا دي دي سمح حسين اما كاسنيض مس حسن نجد ساكنين على البوست 19 يتفان تا وانت دي بيكا لا دار دي بيكا عند لاندكس مي لوجمون ال بي ال نسا سون لوجمون ال بي ال كونساكرا اي لو جورناليست نسا داغن لي 40 لوجمون من لاجونس فونسيير دونك براتيكمون لي لوجمون سون تاشوفي اما لي 1000 تخدم لو بي جي اما لي 100 ال بي ا ني جورناليست فوكن سون ميم لي فري نسعى كان بروبليم دي لي 40 لاجونس فونسيير دونك لي 32 هيك لي 8 لوجمون وذاك سي انا بروبليم دو سيتاسيون دونك يا ان بروبليم دو دوبوزيسيون ذاكيني لي ريفران اترك لما لي تيران سي دي تيران بريفي دونك نسعى داغن تو سكي فير دي بريمير سكوندير ثان براتيكمون 100% ماذا لا يو بي ماذا لا سينيسمون ماذا الكتريسيتي قمن شويه ذاك لافواري هذاك تا 95% اتسن دغبريد يا دونك سلا لا جياسي دونك لا ديريكسيون دوربانيزم دا سلونسيون ان كاي دي شارج الي او نيفو دو لا كوميسيون دي مارشي دونك اتتفا كو لو ريست ا رياليزي ان تيرم دو في ار دي بريمير و سكوندير دونك دينيغ سان ذكيني قلاد فيرنا سي تي ان غروب سكولا سي تي نيكول بريمير كي اون فوا داشافمون دونك براتيكومون دروجيس دي قيمون دونك نورمالمون سولون لا ديريكسيون دو l'OPJ là où il était Zouzou, elle va être donc achevée et prête à livrer pour la rentrée scolaire, Inch'Allah, à Zidoun. Les équipements, c'est un problème des équipements d'accompagnement. Ahmed, le SUEM, à côté du lycée, donc le SUEM a été relancé pour retenir un peu de tout les études Ahmed le Solema. Le lycée, donc pratiquement les études de sol, la synthèse vous compte, donc tout là. Pratiquement, il a quatre le rapport sont pour finaliser. Donc, il y a une gestion, la direction des équipements publics. Donc, c'est un CSP donc, qui est projeté dans le plan d'aménagement de la ville de Saint-Étienne.
إقامة ذاكيني سا إن بارتي دون لا ديريكسيون دو لوربانيزم سورفتيين أل سي تونجاجي تخدم ذاكي أون هور دو جو دونك أن ستاد إي مزدان ذاكي ورا ونسان بلوس بيسك لا بارسيل مقرصة هنا دونك أون لور ريكوموندي أن تخدم أن ستاد دونك بلوس أون هور دو جو إي مزدان ذاكي ورا ونسان دونك أين نظن هوك براتيكمون لي فيردي تسكي لي أمني إلكتريسيتي ذا الغاز ذاين لا سينيسمون تفوك تبضى لي روجي يا ان بروبليم بارابور على لا يو بي لكن يس لا ان بتيت اوبوزيسيون دو كوتي دي نان سي 200 300 متر لينيير اي وكن هذا ريكوردين لا كاناليزاسيون دونك لو مو سيبر اون شارج دونك لا جي ار او اك لي سيرفيس كونسيرني سون انغاجي دونك افيك لي ريفيرني بيسك سي دي بروبريتي بريفي سون انغاجي دو سارتان مانيير فكن لا كاناليزاسيون تقمد لو ريزرفوار دونك 5000 متر كوب دونك لا اون انتربريز كي روتينو دونك سي جوست ان بروبليم داكسي بارابور لي زانتومبيري كي normalement on va devenir le hal inchallah donc l'entreprise devra commencer donc il y a eu un engagement en d'un maximum 4 mois donc ils vont finaliser le réservoir et le problème de l'AEP donc normalement il va être résolu d'ici mois d'août inchallah et tenir tenir ان شاء الله ذا البولندا بينيفيسيين العاشين لا بوبولاسيون دو لا ولايه جو بارتيكولمون لا بوبولاسيون ان تريونت ان ديبيكا ثاني مرتنو استقبلنا اليوم لجنه من المجلس الشعبي الولائي لمعاينه مدى تقدم الاشغال على مستوى الألف سكن ذرع بن خداع. يعني على ما يبدو اللجنه راهي راضيه على مدى تقدم الاشغال، وحنا رانا نتبعين حتى من الناحيه التقنيه الاشغال راهي منجزه على احسن ما يرام. كذلك متشطين مجموعه من المرافق خاصه المدارس وساحه اللعب للناس اللي راح يسكنوا في هذا المرفق ان شاء الله. الامور راهي تمشي يعني بانتظام، والاجل يعني كل مديريه يعني التقنيه المديريه المعنيه راهم يقولوا بالاجل راهي في تقدم كبير جدا باش نستلم هذا المشروع الضخم الذي ينتظر منه سكان ذرع بن خده بفارغ الصبر. وبدوري كذلك انا على مستوى الاداره مادام ربما تطرح سؤال تاع القائمه، نحن كذلك رانا على قدم وساق ليلا ونهارا مع اللجنه تاع السكن تاع الدائره من اجل انهاء بعض الرتوشات الخاصه بالقائمه حتى نقوم يعني باعداد قائمه يعني ملائمه لكل الناس المستحقين لهذا السكن. ويعني الامور راهي ماشيه بوتيره سريعه جدا بناء على تعليمات السيد الوالي باش ننتهي من هذه القائمه. رانا مع البلديه ومع لجنه السكن رانا نعمل ليل نهار من اجل ان شاء الله نخرجوا القائمه وتكون القائمه ان شاء الله بالاسماء الناس المحتاجين، الناس اللي يعني اللي يستاهلوا هذا السكن اللي ينتظروه طويل ان شاء الله، وراح نفرحهم باذن الله. نحن رانا يعني نخدموا بوتيره سريعه كما قلت من اجل ان شاء الله باش ننهي هذا العمل في اسرع ما يمكن حتى نتمكن من استلام هذا المرفق الهام. اضافه الى هناك يعني مشاريع اخرى هناك متوسطه وهناك ثانويه، كذلك الاشغال يعني الدراسه راهي انتهت باش ننطلقوا فيه حتى يعني عندما ياتي السكان الى هذا المرفق يلقوا كل المرافق الضروريه واللازمه لحياتهم المعيشيه ان شاء الله.